الحمد لله كلما جاءت الحمد لله فهي فمعناها الوصف بالكمال مع المحبة والتعظيم، هذا هو ضابط الحمد، أن تصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. وقولنا حبا وتعظيما خرج به المدح، لأنك قد تصف إنسانا بالكمال مع كراهتك له وعدم تعظيمك إياه، فيسمى هذا إيش؟ مدحا ولا يسمى حمدا. فالحمد وصف المحمود بالكمال. وربما يرد عليكم في بعض الكتب أنه الثناء بالجميل الاختياري، وهذا فيه نظر، لأن الثناء تكرار الوصف بالكمال. والدليل لذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. وهذا دليل شرعي، فجعل الله تعالى تكرار الثناء هو أو تكرار الوصف بالكمال هو الثناء. وأيضا المعنى اللغوي يدل على ذلك، ثناء، وهذه المادة الثاء والنون وثالثهما تدل على التكرار، ومنه لفظ اثنين، واثنين معناه واحد مع واحد. فالتفسير الصحيح للحمد هو إيش؟ وصف المحمود بالكمال، فإن وصفته مرة أخرى صار الثاني ثناءً.